ينطلق الان ماري كامشيك يوصل انطلاق كامشيك فيها التمريره وفيها انطلاقه خطيره الهدف يعطيه الهدف يعطيه عن طريق لورينزو انسيني الاهداف الاسبقيه كوره كانت ولا اروع من انسيني وضعها في الزاويه البعيده على حارس النيتو النابولي يتقدم على حساب لفيولا 1-0 بعد انطلاقه غير عاديه من ماريكا مشاك باتجاه لورينزو انسيني اللي وضع الكره باقتدار ليمنح نابولي الاسبقيه. شوف الاعاده، انطلاقه كانت خاطفه من ماريكا مشاك وسط تقدم من جانب لاعبين فيولا. انسيني بلمسه واحده كانت كافيه لتمنح فريقها التقدم. كوره صارت بالقائم استقرت داخل الشباك. اذا نابولي يتمكن من افتتاح باب التسجيل. تتغير النتيجه وفريق الجنوب فن والعماره على البيبيتا ينطلق انطلاقه غير عاديه. البيبيتا هي كوره فيها ثاني فيها ثاني فيها ثاني فيها ثاني انسيني هي البيبيتا لورينزو بعد انطلاقه غير عاديه من البيبيتا والبيبي الصغير لنابولي. لورينزو انسيني يوقع الثنائيه دي لاورينتيس. هي الليله من ليالي نابولي. نابولي يتعلق ويضرب لفيولا 2-0. نابولي يقدم افضل ما لديه وانسيني على موعده يسجل ثاني اهدافه. فيما في تشينزو مونتيلا في حيره كبيره من امره. النابولي يتألق يهيمن هو اعصار لفريق الجنوب. يبدو ان نابولي سينفجر هذا اللقاء. نعرفوا جبل فيزوف الجبل البركاني الثائر الوحيد في اوروبا من اشهر البراكين في التاريخ.